إذن نتابع وقائع الجلسة، وإلى أي المواد وصل التصويت في مشروع قانون الموازنة؟ مع مراسلنا من داخل البرلمان محمد فراس. مساء الخير يا محمد، كيف تبدو الأجواء؟ هل تسير عملية التصويت بانسيابية حتى هذه اللحظة؟ محمد، نعم، بعد العرقلة الكبيرة تسير عملية التصويت، القراءة والتصويت بانسيابية كبيرة. مجلس النواب أنهى العديد من المواد كقراءة ثم تصويت بعد جولة من المباحثات والاجتماعات والنقاشات بين الكتل السياسية، بين هيئة الرئاسة واللجنة المالية والكتل السياسية، بحضور أيضا زعامات سياسية عراقية إلى مبنى مجلس النواب. كانت أحداثا حقيقة دراماتيكية، عقدت جلسة ومن ثم توقفت بسبب انسحاب عدد من أعضاء مجلس النواب لوجود نقاط خلافية، ومن ثم تم تسوية المواضيع وتم تسوية الخلافات والعودة إلى الجلسة المتوقفة واستئنافها. وباشر المجلس بقراءة المادة الثانية التي أجلت من يوم أمس، المادة المتعلقة بالنفقات والعجز، أطول مادة قانونية في الموازنة الاتحادية، كانت فيها كثير من النقاط كانت تحتاج إلى تعديل من قبل اللجنة المالية. فعلا عدل عليها ومن ثم تم التصويت عليها هذا اليوم بأغلبية الحاضرين، ثم توجه مجلس النواب إلى قراءة باقي المواد 9 والـ10 والـ11 والـ12، وهو الآن في صدد قراءة المادة 13 والـ14، وهي محطة الخلاف الرئيسية التي كانت سببا كبيرا في عرقلة سير مجلس النواب باتجاه التصويت على القوانين أو على مشروع قانون الموازنة الاتحادية. الأجواء هادئة إلى الآن، جرس المجلس لم يقرع منذ دخول أعضاء المجلس، أي أن الجميع حاضر، لا يوجد هنالك انسحاب أو إخلال بالنصاب ما دام الجرس لم يقرع بعد استئناف الجلسة التي توقفت. بالتالي الأمور تسير من سيابية كبيرة، ولربما سيصل مجلس النواب إلى مرحلة متقدمة وسيقطع شوطا كبيرا من التصويت على المواد والبنود الموجودة داخل مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي طال انتظاره طويلا. بحسب ما متوافر لديك يا محمد، بحكم قربك طبعا من قبة البرلمان، إلى أي المواد وصل النواب بالقراءة أو حتى التصويت؟ ربما آخر ما بلغنا أن القراءة تدور على المادة 13. نعم، مجلس النواب الآن في مرحلة قراءة المادة 13، لربما وصل إلى اللمسات الأخيرة من القراءة، ومن ثم سيشرع بالتصويت، ومن ثم يتوجه إلى المادة 14، ومن ثم إلى ما تبقى من المواد القانونية. 13 والـ14 بعد التعديل عليها من قبل اللجنة المالية أحدثت مشاكل كبيرة داخل بين الكتل السياسية، وعرقلت انسيابية سير العمل داخل اللجنة المالية في الفترة الماضية، وأيضا مرحلة التصويت الحالية في مجلس النواب سواء كانت في الجلسة الماضية أو الحالية. ما غيره أعضاء اللجنة المالية اعترض عليه عدد من النواب، ومن ثم كانت هنالك انسحابات ومواقف سياسية أثرت على هذه أثرت على الانسيابية التي كانت مرجوة. بالتالي بعد ما وردنا أن جميع الخلافات تم تسويتها، بالتالي قد يستطيع أو يتمكن المجلس من عبور هاتين المادتين الحساستين، ومن ثم يتوجه إلى استكمال باقي المواد. هنالك مادة أيضا عليها لغط من كبير واعتراض من قبل أعضاء مجلس النواب، المادة المتعلقة بالضرائب المفروضة على بطاقات الشحن التعبئة وعلى مادة الغاز وعلى مادة البنزين. أيضا هذه الضرائب وصفوها بأنها ثقيلة على المواطن العراقي وتثقل الكاهلة في وقت يحتاج المواطن إلى حلول الأزمة الاقتصادية، وطالبوا بضرورة أن تتغير بنود هذه المادة، إما أن تؤجل أو يؤجل مجلس النواب التصويت عليها، أو يلغي الضرائب الموجودة، أو يتخذ موقفا محددا بحيث لا تمر هذه المادة على الشكل التي هي عليه الآن. والأمر متبقي أو الأمر الآن مرهون بالتصويت النيابي، إن كان هنالك أغلبية في التصويت على المادة الحالية في هذه الشاكلة فستمرر، وإن كان هنالك موقفا آخر من أعضاء مجلس النواب بأغلبية عدم التصويت فإن المجلس سيكون له موقفا حاسما وحازما بتغيير بنود هذه الموازنة.
عفوا ببنود هذه المادة تحديدا. طيب محمد، يعني ما دمنا تحدثنا في بدء كلامك عن المادة 13 عندما نقول أنها تقرأ حاليا، هذا يعني أن تأجيلها بات بحكم المستبعد. هل ورد إلى مسامعك شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين الكرد وأعضاء الإطار التنسيقي وباقي قيادات الكتل؟ وردني، نعم وردني الآن، ورد على مسامعي من زملائي يتحدثون الآن على أن مجلس النواب صوت على مقترح اللجنة المالية فيما يخص المادة 13. اللجنة المالية إلى الآن لم تصدر بيانا إن كان هنالك تغيير في قراراتها السابقة التي قررتها والتصويت السابق الذي صوتت عليه داخل اللجنة في مرحلة إعداد الموازنة، أجرت تغييرات اعترض عليها النواب الكرد. واليوم بحسب ما وردني أن مجلس النواب صوت على مقترح اللجنة المالية، بالتالي اللجنة المالية لم تصدر بيانا إنها قد غيرت من يعني تعديلاتها، ولربما مضى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية. سننتظر البيانات التي ستصدر من الجهات السياسية، وبالتأكيد سيكون هنالك مؤتمر أو ستكون هنالك مؤتمرات لاستبيان الموقف، وسنرصدكم بالأخبار أولا بأول. لكن الآن وما وردني هو التصويت على المادة 13 بمقترح اللجنة المالية والتوجه نحو قراءة المادة 14، والمجلس مستمر بقراءة المواد القانونية. نعم. طيب.